تعازينا لا نقول للإخوة الأيزيدية فقط، بل نقول أنه تعازينا لكل إنسان شريف، لأن المصاب مصاب إنساني، مصاب إنسانية، ليس فقط هو كان أنه مصابا للإخوة الأيزيدية، بل هو مصابنا جميعا، ونحن كلنا أصبنا بهذا اليوم الأسود الذي جرى على سنجار وجرى على أهل سنجار من هذه العصابات الإرهابية التي قتلت وسفكت الدماء، وبالتالي أنها قامت باختطاف النساء وكذلك الأطفال. اليوم نحن نقول أننا نحن نعزي الإنسانية، لأنه في هذا اليوم الأسود قتلت الإنسانية، لم يقتل هناك دين ولم يقتل هناك طائفة، إنما قتلت الإنسانية في هذا اليوم، وكان أصدق مصداق لهذا اليوم الأسود ما تعرض له الإخوة الأيزيدية من هذه الإبادة الجماعية التي حصلت في سنجار. واليوم كلنا مجتمعون في هذا المكان لفتح هذا نصب التذكاري للشهيدة قولي، واللي هي تعتبر شهيدة للإنسانية، فنحن نعزي أنفسنا ونعزي الإخوة الأيزيدية ونعزي الإنسانية بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم وحدة لنا جميعا، أن نكون جميعا متحدين لمقارعة كل ظالم، سواء كان داعش ومن عاون داعش ومن يمثل على شاكلة داعش، نحن نكون يدا واحدا إن شاء الله ضدهم جميعا. سيد سعد أحمد الأعرجي، ممثل المرجعية الدينية.